اعتقلت السلطات الفرنسية 11 شخصا يشتبه بعلاقتهم باعتداء نيس وتوفيرهم دعما لوجستيا بشكل مباشر أو غير مباشر لمنفذ الهجوم محمد الحويج بهلال. 10 من المشتبه بهم تم توقيفهم الاثنين في مدينة نيس، وأوقف شخص آخر يوم الجمعة في مدينة نانت. بعض الموقوفين يحملون الجنسية الألبانية مثل المرأة والرجل اللذين تم توقيفهما في شهر تموز يوليو للاشتباه بتزويدهما المهاجم بمسدس استخدم خلال تنفيذ الاعتداء. وكانت مدينة نيس قد شهدت خلال الاحتفال الوطني في 14 من تموز يوليو الماضي اعتداء تبناه تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، حين دهس الحويج بهلال بواسطة شاحنة حشدا من الناس كانوا يشاهدون عرضا للألعاب النارية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين.